عارف دينا الطلاق نخرج بربعك الواش المكفين ديالها لما قبل انا عمزي ديالها جات الوحيد مع العشيه وتفرقع من واد الحار واد الحار تفرقع علينا هنا في الليل مع العشيه بقينا هنا في الظلام في الليل تندبزو باش نتقبو الحيط باش نخرج الماء من الروضه الروضه فيها متر ديال الماء اللي غادي فيها وحاولوا حنا دابزنا معاه في الليل حتى حدا شري حنا في الروضه كنتقبل تقاد منين اخرى داك الماء واش القبره راه كلهم طاحوا كلهم تقلشوا وبنا معاونه باش نتعاونوا على شي باش نصايبوه ما نخليوش هكا باش يشوفوا فيه الناس هكا القبره تبان لك جثه ديال عباد الله تبان تحت الضلات ماشي معقول داك الشيء هذا يضر هذا الشيء في القلب ديال الانسان حنا الناس باقيش تيجينا حنا اللي مسؤولين تنفلوا عباد الله الناس باقيش تيجينا ما كيشوفوا هذاك الشيء حتى شي نصايبوه عطاونا شي وحدين ديالنا عشر وطني ولكن قلال شي واحد خمس سنين ما قضاونا والو حنا القبره كثار فايتين 2000 ديال القبره 3000 ديال القبره طايحه اش بنا نقضي فيهم حنا خصنا الناس يكونوا شويه يتعاونوا نتعاونوا على شي نصايبوه ما كاين الخير الحمد لله هذا الشيء زعما عند الله سبحانه وتعالى ما عندنا ما نقولوا عليه شي قدر ديال الله ولكن هذا الشيء كلشي دار واد الحار واد الحار اللي دار الفضيحه كلها هذوك ضربنا بعدا في 2017 ضربنا بعدا ما درنا خساره ودابا نكون جاب الله كاين الشتا ديما رعده ديما راه ديما الروضه بتهدد ديما تتريب كاع مره هاد واد الحار خص يديروا لنا شي يديروا شي فوسي يخرج نيشان واحد البداية حدايا هنايا طرانشي يخرج حتى الا فاض علينا ما يمشي مع الطرانشي يخرج الحصيده ما يديرش الخساره في الروضه الروضه راه احترام راه كاع بين نموتوا بين نعسوا حتى حنا ولكن هادشي ما خدامش هادشي اللي صيب صاب نعم سيدي الله يجزيكم بخير هادشي صيب صايب وتعاونوا معنا حنا خدامين حنا كتافنا كنخدموا مع العشر الوطني من الصباح حتى من 8 الصباح حتى الجوج حنا كنردموا وكنقادوا ما قاعدينش ياك حنا سميتو ما قاعدين خاطرنا ما عطاتناش باش نجيبوا هذاك الشيء لا غير القبوره كان بنيين ولكن تهدموا من الوسط هودوا هنا الماء عليهم متر ديال الماء الفوق منهم تهدموا هودوا 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 لتحت واخا الحيوط كاين حيط اللي باقي واقف ولكن القبره تهدم هود من الوسط ديالو والشيء عطى الله هذا الله يجزيكم بخير الا ما حاولوا حاولوا حنا خدامين حاولوا تعاونوا معنا وديروا واحد الحل هذا الواد هذا ديروا الترانشي باش ما بقاش يهددنا الا جا الواد يخرج للخلاء الاتساع الله يرحم والديك الله يجزيكم بخير اي كيجيو دابا الناس مساكن يشوفوا القبر ديالهم طايحين يشوفوا الضاله تيبنوا لها جدور تيتكروا مساكن تيبقى كاين اللي كيبكي كاع كاين المره اللي كتجي كتبكي كنسكتوها كنخرجوها ما حتى الرجال تيصبروا شي بس ما كاين تيتعاونوا معاه تيصبروا العيالات كاع بزاف الا جات كتبقى ايوا شي عطى الله والو الله يجزيكم بخير تقريبا من مصيبنا نصيبوا شي 500 ولا 600 دوكا وصلنا حنا هذوك الناس ديال العشب الوطني وكنقادو خدامين ما قاعدينش تنضلو خدامين وكيجيو الناس تيجيو الناس موالين القبره تا هما اللي جا شي واحد تا هما كيتعاونوا معنا كيرد من القبر ديالو كنتعاونوا معاه والقضيه غادي الحمد لله بخير وعلى خير غير هذا الواد الحار سي كل اللي حل للروضه حنا صايبنا حنا غادي نصايبوها دروك غادي نقادوها وغدا ولا بغدا تاني جات شي عاده اخرى ارجع القضيه كما كانت نفس المشكل ايوا واد الحار ديروا لي واحد الحل ديروا لي واحد الطرانشي هنا قدام الروضه دخلوا الروضه لداخل كاين جيو عندي باش نوريكم كيفاش ونديروا واحد لافوسي دايز يخرج لواحد الخلا هنايا ولا جا الفيض راه ما عندنا ما نديروا ما عند الله سبحانه وتعالى يخرج لنا يخرج برا وصافي القادره غاديه هي هذيك الله يجزيكم بخير الله يرحم الوالدين وحنا اللي عطى الله هذا الشيء اللي قلنا حنا اللي قلنا لكم داك الشيء اللي وقع في الروضه هنا قلنا لكم هادشي راه ماشي كذوب راه جبت تشوفوا بعينكم ماشي زعما كذوب وحنا راه داكشي ديال الله داكشي ديال الله ما عندنا ما نديرو الا قدرت الله هي هذيك باش نقولو غير المعاونه تكون شي شويه الله يرحم الوالدين تضموا بيناتكم وصيبوا هذا الشيء وحنا راه بين نموتوا حنا كنحفروا كندفنوا صحيح بين نقعدوا ولا عندنا نصحوا حتى حنا 200 معاونين نكونوا حتى حنا في هذوك القبوره الله يجزيكم بخير.